ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مبروكة وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا غادي نشارك معكم شكيلات من الحلوى اللي وجدت للعيد ان شاء الله. بعجينة وحدة وبنكهات مختلفة وبدون طابع، عجينة اللي سهلة وبسيطة والمقادير ديالها حتى هي بسيطة. وبعجينة وحدة تقدري توجدي اكثر من جوج اشكال، ثلاثه او اربعه، وكل ما بغيتي تنوعي في الاشكال وبالنكهات ما عليك غير دوبلي المقادير. وهانتي حصلتي على بلاطو مشكل بعجينه وحده ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، غادي نبدا معكم المقادير والطريقه في نفس الوقت. عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده النباتيه، درت معاها واحد الخشيشة ديال الملح. انا عندي الزبدة بحرارة المطبخ باش تسهل عليا نخلط العجينة وتجيني سهلة. غادي نضيف عليها هنا عندي كاس ديال السكر كلاصي، نص كاس ديال السكر حبيبات، واحد ساشي ديال الفاني. غادي نخلط هاد المقادير هي الاولى. عندي هنايا 6 ديال القطع ديال الجبن المثلث، نضيف جوج كيسان فقيس دائما كاس العنبة، جوج كيسان ديال الزيت النباتية، هاد الحلوة ما فيهاش البيض، هاد العجينة هادي ما فيهاش البيض. كما كتشوفوا خلطت مزيان ديك الزيت مع الزبدة حتى ما بقاش كتبان لينا الزيت. غادي نضيف واحد ياغورت طبيعي، وهنا عندي جوج معالق كبار ديال المربى ديال المشمش. هنا غادي نبقى نضيف الدقيق على حسب حسيت تجمع لي العجينه، غير هي ما تكونش قاصحه تكون مخوفه. ملي غادي نخلطها غادي نوريكم القوام ديالها. هنا عندي دقيق راه مغربل، عندي واحد الساشي ديال الخميره حلويات 8 غرام. صافي غادي نبقى نضيف الدقيق ونخلط مزيان حتى نحصل على القوام ديال العجينه اللي بغيت. القوام ديال العجينه كما كتشوفوا كيجي رطب وملس، خفيف ورطب. غادي نقسمها هنايا على ثلاثه ديال القطع، نتوما على حسب اللي بغيتو، اربعه او ثلاثه، انا ندير ثلاثه. الشكل الاول غادي نضيف له 5 ديال القطع ديال البسكويت نتاعهم، هي البسكويت عندكم توفر. العجينه اللي فيها البسكويت غادي نضيف معاها نص معلقه ديال النكهه بالناطه، هنا القطعة الثانية غادي نضيف معاها قشر الحامض غادي نحطو مع النكهة مع مركز الحامض أو نكهة الحامض، يعني نص معلقة. هنا
الشكل الثالث والاخير غادي نضيف معها نكهه الكراميل نص معلقه وهنايا عندي جوج ملاعق كبار ديال الفيرميسيل هنا بديت كنشكل بديت بالعجينه اللي فيها البسكوي والناطه غنديرها على شكل هلال بالنسبه للفرار راني رديتو يسخن باش الشكل اللي شكلتو ندخلو يطيب باش هكذا نسالي مع العجينه نيشان ما نضغطوش عليها حيت ملي غادي منين غادي تطيب غادي تهبط راسها صراحه هاد الحلوه اللي كنوجدوها بلا طابع كتجي سهله ما كتاخذش الوقت اللي كنطبعوها كنبقاو كل مره كتشاف لينا في العجينه حتى كتقصح هكا احسن هذا هو راني بديت غادي نكمل هذا الشكل هذا ونعاود نبدا الشكل الثاني غادي نشاركو معكم ان شاء الله هنا كما كتشوفوا الشكل الثاني درتو على شكل كويرات وبالنسبه للعجينه راني درتها في بلاستيك غذائي باش ما تنشفش معانا وتحافظ على الضربه ديالها كويرات يكونوا صغار مقادين بهذا الشكل هذا غادي نستمر حتى نكمل الشكل الثاني وندوز معكم باش نشوفوا الشكل الثالث والاخير هذا الشكل الثالث درتو على هذا الشكل هذا غادي نقادهم هكا مع الجناب صافي والتشكيل على حسب الرغبه ديال كل سيده تشكيلات ديالهم على شكل اصابع ولا على هذا الشكل هذا وباس كيما وريتكم كيما شاركت معكم صافي انا غادي نستمر هكا حتى نسالي العجينه التالته اللي عندي الفرار راني مقابله راه كيطيبو الشكيلات الاخرين الاولين ونتلاقاو ان شاء الله منين نبغي نزين ندوز معكم مرحلة التزيين هنايا لي درت الحلوة لي درتها على شكل هلال غادي ندوزها هنا في الشكلاط بيض غادي نصفطيرها فقط قبل ما ينشف الشكلاط غادي ندير عليها شويه ديال البسكوي مطحون ما هرمش ولا مطحون هكا وغادي نستمر حتى نكمل هذا الشكل هذا وندوز معكم ان شاء الله باش نشوفوا التزيين ديال الشكل الثاني يمكن لكم ديروا حتى الشكلاط اسود كيبقى تزين دائما تزين دائما على حسب الرغبة بالنسبة للشكل الثاني هذا حتى هو غادي ندوزو في الشكلاط الأسود نحاول نكترو باش ميبقاش الشكلاط فيه بزاف من بعد غادي ندوز في الخطيطة ديال الشكلاط أسود ولا أبيض على حسب الرغبة
الشكل هانتما هكا، وندوزو للشكل الثالث الاخير اللي درناه على شكل كويرات. بالنسبه للشكل الثالث اللي درت فيه النكهه ديال الحامض وقشور الحامض، غادي ندوز هنا عندي الموطا ديال المشمش، غادي ندوز فيه ندهن شويه هكا الوجه ديال الحلوه. وهنا عندي كاوكاو محمر ومنقي ومهمش، غادي ندوز فيه غير الوجه ديالها بهذا الشكل هذا. اللي بغا يدوز في اللوز في رقائق اللوز ولا الكوك ولا فيرميسي الشكلاط على حسب الرغبه ديال التزيين، تيبقى دائما على حسب الرغبه وعلى حسب اللي عندك متوفر في البيت ديالك. كما كتشوفوا المقادير ديال هاد الحلوه هذه بسيطه، ما تحتاج زعما شي تكاليف، وحتى التزيين حتى هو تيبقى باللي متوفر عندك. صافي انا غادي نكمل هكا التزيين ديال هذا الشكل الثالث، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الاشكال الشكل النهائي ديال الشكيلات اللي وجدت معكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه اللي شاركت معكم اليوم. كما شفتوا بالعجينه وحده خرجت درت معكم ثلاثة تشكيلات، ولكن الرابعه زدتها هكاك هي هذه، زدتها من هي وهذه النيت غير الشكلات اللي داير فيهم، ولكن الشكل خديته من ديال العجينه اللي فيها الكراميل وبيرميسيل ديال الشكلاط، هو نفس العجينه غير التزيين اللي مختلف. كما كتشوفوا كتخرج لنا كميه كثيره وشكيلات مختلفه، وصدقوني كل شكيل والمذاق ديالو بحال اللي كل واحد معجون بعجينه بوحدها، ما كاينش زعما شي تشابه في المذاق نهائيا، مختلف بزاف. وخرجت لي كميه كثيره كما قلت لكم، انتما انا درتهم في واحد الكوبات هكا اللي كيتساعدوا ليا نديرهم في الثلاجه. كما كتعرفوا التزيين ديال الشكلاط ديما خصو الحاجه اللي تكون بارده، وهذه ديال اللي العجينه اللي خلطت فيها القشور ديال الحامض والنكهه ديال الحامض، حتى هي درتها في الطويسه هكا ديالها في هذا الشكل اللي بحالها نيت، اللي درت لها غير الشكلاط من الفوق اسود والاخرى الشكلاط ابيض. التزيين كيكون فيه واحد التغيير اللي يجي قدام عينيك بحال راك درتي كل عجينه بوحدها، ولكن نفس العجينه نفس غير التزيين اللي مختلف. وهذه ديال الهلال اللي بالنكهه ديال درنا عليها البسكوي هون. كما شفتوا الكميه كثيره ما شاء الله، ولا بغيتو تكثر من هذه الكميه ولا ما عليكم غير تضعفوا المقادير. وصدقوني هذه الحلوه ساهله بزاف، حسن من ديال كتجي ساهله ماشي حسن، ولكن كتجي ساهله على الحلوه ديال الطابع، خاش الحلوه الطابع كتطبعي وترجعي تجمعي العجينه وتطبعي تشد الوقت بزاف. هذه دغيا كتشكليها بالشكل اللي بغيتي دغيا كتوجديها. نتمنى اخواتي ينال اعجابكم هذا الفيديو، وعيدكم مبارك سعيد مسبقا، وعواشكم مبروكه كل عام وانتم بخير. وما تنساونيش من الدعم ديالكم وشي تعاليق زوينه محفزه والبارطاج مع الاهل والاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو اخر وصفه اخرى باذن الله.